هذه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله أحييكم بتام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الذي أشرف أن أكون بينكم فيه كل يوم أربعاء في هذا الوقت من الأسبوع عن البيوت الآمنة. أمن الله بيوتنا كلها من كل شر، وطرد عنها كل مكروه وسوء، ورزق رب العباد عز وجل بيوتنا سكينة ومودة ورحمة، هو ولي ذلك والقادر عليه. إن لم نكن أهلا لرحمتك يا ربنا فرحمتك أهل أن تصل إلينا. عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وبعد، نحن في كل حلقة من الحلقات يعني نوضح شيء أو ننصح بشيء أو نشير إلى شيء أو نهمس في أذن سكان البيوت من أباء وأمهات، أزواج وزوجات، أبناء وبنات، كيف يكون البيت آمن. لو أننا طرحنا سؤالا في بداية الحلقة، ماذا يريد الزوج من زوجته، وماذا تريد الزوجة من زوجها، وماذا يريد الأب والأم من أولادهم، وماذا يريد الأبناء والبنات من الأب والأم، ماذا يريد كل منا؟ أولا، في إحصائية علمية أن بعض من أبنائنا وإخواننا الباحثين وضعوا 15 مطلبا أساسيا من مطالب الحياة، وسألوا بضع يعني مئات أو شريحة كبيرة من الأزواج والزوجات، ما بين عالم وعادي أو عامي، وما بين غني وفقير، وما بين موظف ورجل أعمال إلى آخره. وسألوا أيضا المئات من الزوجات، عاملات وغير عاملات، ربات بيوت وأمهات، ويعني منهن المتعلمة والمثقفة، ومنهن الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب، ولكن يعني في إطار زوجيتها، ماذا تريدين من الزوج؟ انظر إلى، أنا لا أستطيع أن يعني أشرح كل الإحصائية، ولكن مما يرى الإنسان ويسمع من مشكلات كل يوم، سواء في لقاءاتنا مع أبنائنا وبناتنا من الأزواج والزوج في حل المشاكل، أو على الهاتف، أو في المؤتمرات واللقاءات والملتقيات، سواء في بلادنا العربية الإسلامية أو أبنائنا من المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها عندما نلقاهم، وجدوا أن الرجل يريد في البداية طلبات بسيطة جدا، والزوجة لا تريد إلا أشياء فيما يبدو بسيطة جدا أيضا. ولكن الكارثة الكبرى ألا يعني أحد يعطي الآخر ما يريده. لماذا؟ لأن الأنا عندما تنتفخ، والأنا عندما تكبر، وعندما تتزوج الأنا بالأنا، يعني لا تنجب إلا كبرا. يعني الأنا بالأنا، يعني كل واحد يقول أنا 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 على الطريقة الشيطانية، أنا خير منها. دائما عندما تجلس تتحكم بين الزوج والزوجة، والأنا عائلتنا أكبر من عائلتها، عائلتها معروفة في البلد، لكن عائلتها ما حد كان يعرفهم، ده أنا جنسيتي كذا وهي جنسيتها كذا. نفس القضية، عصبية الجاهلية، هذه العصبية التي تعصف بمجتمعاتنا، والناس تدعي، والمسلمون يدعون، وأنا أؤكد على كيف يدعون هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي محبة عاطفية ليست محبة واقعية. لماذا؟ لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أبيض على أحمر، إلا بماذا؟ هل بالعرقية؟ هل بأنه ولد في مكان فلاني؟ هل هو من البلد الفلاني؟ هل هو من القبيلة الفلانية؟ لا، قال بالتقوى والعمل الصالح بس. أن نتفاضل فيما بيننا، نتفاضل فيما بيننا. أما التفاضل الحالي والآني هو عبارة عن انتفاخ الأنا، فعلما تنتفخ الأنا خلاص، أنا أرى الناس أقزاما في السفوح،
وأرى نفسي عملاقا في الفكر والآراء وإلى آخره. وهذه كارثة كبرى. أيضا نسمع من بعض يعني بعضهن وعندما يتبخر العقل والله أصلا عائلتنا أشرف من عائلة. لماذا أشرف؟ ليه؟ يعني أنتوا صاهرتم عائلة لصوص، إذا كنتم أشرف إذا أنتوا أهل أمانة وهم أهل خيانة. إذا كنت يعني أشرف فأنتم من 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 من, من سلالة الـ يعني فاطمة رضي الله عنها يعني سلوكا ونسبا، وهو من سلالة أبي جهل انحرافا وغيا. فمسألة إحنا أشرف وإحنا أكبر وإحنا أغنى وإحنا أفضل وإحنا أنقى وإحنا أخيب، هذه كلها خيبة لا تأتي إلا بثمار هي. يعني متصورين يعني أن الرجل عندما يتكبر على زوجته هي تنحصر وتضيق وتنكمش يعني وتخافض، يقول يا الله ده من عائلة كذا ويجب أن ألزم حدودي. والله أبدا، تستهين بي أكثر. وعندما تحتقر المرأة نسب الرجل أو مكانته أو عمله أو فكره أو لا تظن أن بهذا يعني ينزوي، بالعكس يتمرد ويصير أشرس ويصير أقسى ويصير أسوأ في المعاملة. ولكن أيها الرجل، أنت من تجلس أمامي على الشاشة زوجتك بجوارك، ماذا تريد منها ببساطة شديدة؟ وجد أن أول شيء يريده الرجل المسلم العربي أول شيء أن تمكث المرأة وتهتم ببيتها. والله الذي لا إله إلا هو، لو أخذنا عينة يعني دم تري مدى غيرة الرجل العربي والرجل المسلم على حرمته التي تعمل، تجد في قرارة نفسه غير راضي. عشان من الآخر لا يرضى. ليه؟ لأن الله يرضى عن عثمان. هو يعني عثمان ده كان مسلم عربي ونحن يعني متمسلمون ولسنا عربا؟ لا أبدا يا أخي، لم يكن بالإسلام العربي الحر عنترة وهو رجل جاهلي يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. العرب كانوا لما يخرجوا قبل الإسلام النساء والأطفال خلفهم في الحروب كانوا ينتصروا. ليه؟ لأن بتضغط النساء نفسيا على المحاربين أن يعودوا منتصرين، لأن لو هزموا أخذت زوجته وابنته وأمه وأمه وخالته وعمته وابنة عمه أسرى في أيدي الأعداء. فكان العرب يثور رضي الله عنه لما تصور عليه القتلة بيته. ماذا قال لزوجته نائلة فرافصها رحمها الله؟ قال لها يا نائلة ادخلي فاحتجبي. خلاص ما يهجموا عليه في الهجمة الأخيرة المجرمون الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه ذو النورين، قال احتجبي إن قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. فلك أن تتخيل أن الرجل قاعد في بيته وزوجته خارجة من البيت، نسيت أن تلبس ثيابها، تجلس بين موظفين وموظفات وفي المواصلات. الرجل لا يقبل، لا يقبل، ليس بالإسلام وحده ولكن بدم العروبة التي يغلي في دمه. يعني سبحان الله الغيرة. يعني سبحان الله العظيم، أسماء رضي الله عنها بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، زوجها أبوها أبو بكر للزبير بن العوام. الزبير عمته صفية بنت عبد المطلب عمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف النسب الحلو، يعني بنت أبي بكر زوج الزبير، الزبير أم صفية، صفية عمة الرسول، هذا النسب اللي شرف. المهم فلما تزوجها كان فقيرا في البداية، فكانت تحمل النوى وتأتي بالماء فوق في القربة وتحملها حتى تظهر الحبال في كما كانت السيدة فاطمة رضي الله عليها أم الحسنين ورضي الله عن آل البيت. سبحان الله كانت يعني حبل القربة يعني سبحان الله يعني يظهر في سبحان الله في جسدها من شدة من ثقل ما تحمل سبحان الله. فكانت تعلف للزبير بن العوام بعيره وتطحن له علفة وتطبخ في البيت. فمر الرسول صلى الله عليه وسلم راجع مع فرأى أسماء هذه تربت على يديه صلى الله عليه وسلم، فأراد أن ينيخ لها الناقة لتركب، ولكنها تقول فلما رأيت حوله من الصحابة استحييت من الرجال وخشيت من غيرة الزبير، لأنها تعرف غيرة زوجها، فأبيت. فلما عادت انظر للأمانة
قالت لقد قابلت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه، فلما رأى ثقل ما معي وأكادوا يعني أئن من شدة الحمل وما أحمله، فأناخ لي، أراد أن ينيخ لي الناقة كي أركب، فلما تذكرت الرجال وذكرت غيرتك. فماذا يقول الزبير؟ يقول لحملك النوى وهذه الأثقال أثقل علي من أن تركبي بينهم أو معهم. ليه؟ لأنه يغار على حرمتي، يغار عبد الرحمن بن عوف كان يغار على حرمة له زوجته، هي رايحة المسجد لا يستطيع أن يقول لها يعني لا تذهبي للمسجد، لأن لا تمنع إماء الله المساجد. فسبحان الله العظيم، فلما يعني لم يرد أن يقول له أن يقول لها هذا، لمسها بيده وهو يسير في الطريق وهي في طريق أهل المسجد النبوي، فاستدارت المرأة وعادت إلى بيتها. في اليوم الثاني الثالث سألها سؤالا، لما لا أراك تذهبين لصلاة المغرب ولا العشاء ولا الصبح؟ كانوا الصحابيات يذهبوا الخمس صلوات. الآن المرأة تذهب إلى المول، تذهب إلى المتجر، تذهب إلى الشارع، تذهب إلى الوظيفة كل يوم الساعة 6 صباحا، لكن نجي عند المسجد قل لا لا لا، صلاتها في بيتها. طب وظيفتها وسيرها في المول؟ هذا أيضا له نص يعني. المهم ما علينا، يعني نتكلم مع عقلاء أو مع يعني من لهم غيرة. المهم، فقالت له كنا نذهب إلى المسجد وكان الناس ناسا، كان الناس ناس أهل احترام، أما وكأنها تقول كأن الحياء ولا من عند الرجال، رجل يلمس امرأة في الطريق، ما ناهيك عنه يصافحها وكما يفعل الغرب وربما يقبلها، مش مشكلة. أنا أقول لك ده زميلته يا راجل، زي أخته يا أخي، والله ربنا يريحنا منك. إذا كان هذا هو الأسلوب الذي بقي لنا، فما بقيت لنا لا إسلام ولا عروبة. المهم، فقالت أما ولا ناس، الناس أصبح ما عندهم حياء، فالصلاة في بيوتنا أفضل. يا الله، إذن قضية البكت في البيت والاهتمام بالبيت هو أول مطلب للرجل. قال ربنا واصفا الحور العين، الحور مقصورات في الخيام، مش حور سائرات في الشارع ذاهبات كل يوم. تعال ابحث عن المرأة التي تخرج كل يوم، لو قعدت يوم في البيت تقول يا الله صدري ضيق، البيت كئيب، فسحونا حملوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وكأن انت حبسته. وقال موسى عليه السلام للبنتين عندما رآهما تذودان، قال ما خطبكما؟ ما المصيبة التي أخرجتكما؟ يا الله، ده يمكن الإنسان في الزمن ده يرجع يلاقي أمه وديلها يومين ما خرجت، زوجته وديلها يومين ما خرجت، ولا ما خطبك؟ أكيد سبحان الله، لأن لو سليمة تمشي تعيث فسادا، لا إله إلا أنت سبحانك. فالمكث في البيت واهتمام بالبيت هو سبحان الله العظيم الـ 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 يعني الـ المطلب الأساسي عند أي زوج، حتى وإن لم يتلفظ حاله يقول هذا، لسان حاله يقول هذا الكلام سبحان الله العظيم. فأنت من الواجب أن تراعي هذه وتزرعها في ولدك وتزرعها في ابنتك، ولا يا بنتي أنت خلاص على وشك الزواج إن شاء الله، قد كبرت وعبرت 16 والسابع عشرة والثامن عشرة، وربما يأتي الزوج بين عشية وضحاها. فأول شيء يا بنتي، الرجل يتمنى أن يعني كلما بحث عن زوج وجدها في بيته، ترعى له، ترعى له الإيه البيت. ثم المطلب الثاني إيه أيها الرجل أيها الزوج؟ يقول لك أنا عايز بس إيه شيء من العاطفة وإظهار المشاعر. قال ربنا واصفا هؤلاء الحور، والعربا أترابا، عربا جمع عروب، والعروب الباسمة المتحببة إلى زوجها. عكس العروب إيه في اللغة؟ عكس العروب، عكسها الرجلة. الرجلة اللي هي المرأة الخشنة المقطبة جبينها التي تهجر زوجها وترفع صوتها فوقه. الله يرضى عليك، لا تنظر إلى جوارك، أنت الآن جالس جنب يعني من شيء زوجتك دي، لا ما فيهاش هذه الصفات إن شاء الله. إيه؟ لا تتزوج الغضوب القطوب، الغضوب اللي تغضب بسرعة، عصبية، مجرد أنها نار موقدة، نار تشتعل في أقرب فتيل، سبحان أقرب شرارة تشتعل سبحان. لا، إحنا تشوف الإدهال، انظر إلى أمها كانت أمها هادئة الطباع، ودي لا توكلنا على الله نتزوج بنتها. سبحان الله العظيم، الرجل عنات وبعدين زوج سبعا منهن، زوج سبعة، الثامنة تقدم لها شاب فبيستشير، قل يا شيخ
انا عايز اتزوج من الاسرة الفلانية وتزوج الرجل الثمانية ودي التاسعة انا عايز اتزوجها، بس سبعة منهن طلقن، سبعة طلقن يا ابن الحلال وانت تقدم ليه؟ اصل لو طلقت واحد اثنين ثلاثة ماشي، لكن لما السبعة طلق يبقى اذا البيئة دي لم تنتج زوجة صالحة. بين يعني الامور يعني الكتاب يقرأ من عنوانه، فانت انت لم تبحث. ولذلك انا اتعجب على الولد اللي يقول لامه انا عايز واحده جميله، طب وبعدين خدتها جميله لكن ما بحثت عن امها ولا ابيها ولا اخلاقها ولا سلوكها ولا دينها ولا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. تجد امراه بنت لسه عروس الرجل يكون عندها صوتها مرتفع لا تعطي فرصه لمن يكلمها، تقول اصل انا كده انا طريقتي هكذا انا اصل عصبيه ما احب حد انا دماغي زي الحجر. الله تقول زي الحجر، حجر عليك لكن مش او حجر عليك لكن مش تتحجري مع الليونه. الانوثه الدلال الادب سبحان الله العاطفه الجياشه عربا اترابا. طب ليه اترابا؟ قال في سن واحد، لان فيه ناس سبحان الله في عصرنا هذا سبحان الله يعني ربنا يهدي يا رب، الراجل عنده 80 سنه زوج بنت عندها 20 سنه من دور حفيده ابنته او حفيده حفيدته. تسألوا ليه؟ سبحان الله هذا عايز علاج نفسي سبحان الله. لكن رب العباد من رحمته جعل الحور العين في الجنة عربا أتراب، حتى المرأة التي تموت مسلمة مؤمنة ربنا يا رب يختم لنا ولنسائنا وأمهاتنا وبناتنا بالخير والصالحات وبالإسلام يا رب، اللي عندها 90 سنة أول ما تموت إن شاء الله وتدخل الجنة تعود إلى إيه 33 سنة، والشباب 33 سنة سن سيدنا عيسى يوم أن رفعه الله وخلصه من مكر اليهود وقتلهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فإذا هذه السن وهذا كل عربا أترابا سن واحدة، يبقى ما فيش تميز. يقول لك والله أنا كنت عايز أتزوج واحدة مش عارف. يا ابن الحلال انظر إلى كل كما قلت هي عبارة عن إجازة أو شهادة فيها علامات فيها درجات، درجة الجمال، درجة الخلق، درجة سلوك الأب والأم، البيئة، العائلة، حفظ القرآن، يعني على الشاشة. وبعدين يعطي دي 6 من 10 ودي 7 من 10 ودي 5 من 10 ودي 9 من 10 في الآخر تطلع إيه 60%. توكل على الله. أما تاخدها جميلة 9 من 10 وبعدين بذئة اللسان وبعدين سبحان هوجاء وبعدين عصبية وبعدين الله، طب أنت كده أخذت الراسبة فرسبت ترسب معها. الرجل يريد من 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 زوجته كلمة حانية. طبعا انا هاجي للايه لما تريده الزوجة، ولكن انا اريد ان اركز قبل ان اترككم دقيقة او يعني ثواني لالتقاط انفاسكم مني، ان الرجل يريد من الزوج اذا سألناه وانا عايز اهتمام بالبيت وكلام طيب ريق طيب كلام حلو وجه باسم، مفيش داعي لتخطيب الجميلة. في ناس النكت في طبيعها، ولكن قضية النكت هذه لنا بعد الفصل إن شاء الله كي لا نكون نكدا في البيوت. إن شاء الله كونوا معي، أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتساءل مع الأزواج ماذا تريدون من زوجاتكم، وسوف نتساءل أيضا مع الزوجات ماذا تريدون من أو ماذا تريدن من أزواجكم. في قصة عجيبة مما يقرأ الإنسان في تراثنا العجيب المليء بالخير. في رجل اسمه أبو عبد الله القرشي كان يعيش في مكة، وبعدين له زوجة والعياذ بالله تنكد عليه ليل نهار. انا عارف دلوقتي الازواج هم قاعدين قدامه انا زي ابو عبد الله بالظبط. المهم يعني ما علينا، احنا مش جايين الحلقه يعني نعمل فتنه في البيوت ولا نريد الا سلاما يعني. المهم فابو عبد الله القرشي يتحمل ويصبر يتحمل ويصبر، فسبحان الله العظيم في الاخر ترك مكه وخرج فوجد عابدين يعبدان رب العباد في الجبل. قال والله انا اقعد معاهم كده اعبد ربنا قد ربنا يجعل لي مخرج. وجد الجماعة دول قاعدين اثنين هؤلاء يعني يذكر الله يقرأ القرآن يسبحوا يعلم احدهم الاخر يقول واحد معلوم. المهم يعني فجلس معهم. اول ليلة جاء المغرب فقام احد العابدين قال يا رب ليس عندنا من طعام،
فقعد يدعو الله ان يرزقهم بطعام. ففوجئوا بواحد جاي ومعه اناء كبير وفيه طعام يكفي 4 و5 أفراد هم 3. تعجب ابو عبد الله القرشي قال الله ده الناس مستجاب الدعوه، ده انا ان شاء الله اقعد معهم يومين كده. لان العربي زمان كان لا يسال الضيف اذا دخل عليه عن اسمه ولا من اين اتى ولا لماذا اتى الا بعد 3 أيام. ثاني يوم قعد يعبد ربنا معهم ويقرا القران ويصلي. فجاء الليل فقام الاخر دعا رب اللهم ارزقنا بطعام، اذا برجل ياتي ويعطيهم طعام اناء مليء بالطعام. الليله الثالثه قالوا يا هذا ادع الله عز وجل ان يرزقنا بطعام. قال والله انا رجل مذنب كثير الذنوب، يعني انتم ناس صالحين وقاعدين منقطعين للعباده، وانا لا بد ان تدعو. فقال في سره يا رب انا رجل جاهل امي كثير الذنوب، ببركة هذين الرجلين الصالحين أرسل لنا من خيرك. فوجدوا رجل جه ومعه إناءين مش إناء واحد. قالوا يا الله أنت كيف قلت إيه بالضبط في الدعاء عشان نتعلم منه؟ قال أبدا، أنا قلت يا رب ده أنا رجل مذنب كثير الذنوب وجاهل وأمي وقاعد مع ناس صالحين، يا رب ببركة الناس دول. فطب ما تعلموني أنتوا أصلا بتقولوا إيه كل يوم عشان ربنا يرزقكم؟ قالوا والله نسمع عن رجل يسمى ابو عبد الله القرشي. هذا الرجل سبحان الله العظيم تؤذيه زوجته كل يوم، فنقول يا رب اللهم بصبر ابي عبد الله القرشي ارزقنا. فالرجل فرح وقال يا خبر ابيض، يعني انا مسموع عند الله وناس بتتوسط بصبري عند الله عز وجل. طيب سبحان الله العظيم، فاكرم الله هذا الرجل وعاد ليتحمل زوجته. هكذا يكون المسلم، حتى قال احد الصالحين عندما كانت تؤذيه زوجته وقيل له طلقها قال انا اخشى ان يبتلى بها غيري. فالرجل عامل ايه؟ مانع للبلاء وللمصائب عن الناس بان يظل زوجا لهذه الايه؟ لهذه المرأة. طيب نسأل الرجل كمان سؤال، هو من ايه؟ طب انت قلت لنا الاهتمام بالبيت رقم 1، نمرة 2 شيء من العاطفة، نمرة 2 طيب ايه كمان عايز؟ يقول انا مش عايز الا الاحترام المتبادل، لا داعي لتعدي الحدود، لو غضبنا من بعض في كل انسان في حدود. لان الزوج والزوجة بعد 10 و15 و20 سنة و30 او اكثر من الواجب ان تزرع لعشرته احتراما بين الطرفين. لماذا؟ لان معذرة الاحترام هذا لا يأتي إلا بأن يقدم كل منهما تنازلا نحو الآخر. وبعدين فيه ناس عندها طباع لا تتغير، تعيش على أمل أن تتغير الطباع. لا، هذه أكبر مشكلة بين الزوج والزوجة. أنا أقول لكليهما أنت حاول أن تغير نفسك وتغير طباعك لتتآلف مع جزء من طباع الطرف الآخر قبل أن يتغير الآخر. لا ربك شوف. والطيب السؤال، اذا ظل الاخر هكذا ها ابقى واخذ ثواب ولا اتعدى وادخل؟ يعني فانت لك الخيار، لكن الصبر مغبته اي عاقبته يعني باذن الله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. المسلم سبحان الله انسان الصبر نصف الايمان، فربما رزقك الله هذه الزوجة التي تتعدى كل الحدود حتى تكون سببا في دخولك الجنة. سبحان يأتي الإنسان أو يأتي للإنسان الابتلاء حتى يكون سبب بفضل الله لدخوله جنة الرضوان. وهكذا أيضا كلام للزوج. طيب الزوج قال أنا عايز يعني اهتمام بالبيت وعايز شيء من العاطفة والكلام الطيب وأريد أيضا سبحان الله احترام إيه؟ احترام متبادل. طيب يا مؤمن أنت آخر ما تريده من الزوجة إيه؟ اي رجل مسلم عربي اخر ما يريده ان يبحث عن مالها او عن كسبها او عن وظيفتها. ما الذي يبخر قوامة الرجل؟ ان المرأة تعمل، فهو راتبه 5 هي تاخذ 8. طب بالله عليك من له القوامة؟ هو ياخذ 10 هي تاخذ 20. اين القوامة؟ الاستقلالية. وبعدين خروجها كل يوم وتسمع كلاما من زميلتها هذه وصديقتها هذه على فرض جدلا ايه التزامها و الى اخره، يعني سبحان الله ومراعاتها الحدود الشرعيه، وان شاء الله كلهن نحسبهن ونزكيهن على الله سبحانه وتعالى. طيب تعال على الصفحه الاخرى ايتها الزوجه، غير ان تجلس امام الشاشه وتسمع، انت ماذا تريدين من الرجل؟ قل لك اول شيء انا عايز شيء واحد،
شيء من تحمل تحمل المسؤولية. الرجل يتحمل مسؤولية البيت. امال القوامة، القوامة صوت مرتفع ويد طويلة في الضرب وإيذاء ولسان بذيء وسبحان الله يعني إهمال. لا بالعكس، هي تريد إنسانا يتحمل المسؤولية، تشعر بإيجابيته. الإيجابية دي شيء مهم في الحياة. لكن فيه ناس اللي تشوفوه اعملوا اللي تعملوه وكانوا مش موجود في الحياة. لا، لابد أن يكون له رأي في تحمل المسؤولية، ويسأل عن الصغير والكبير، ويعرف مدى يعني الـ 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 الأولاد وصولهم في الدراسة وحالهم في الدراسة. لابد، هذه أشياء وخطيرة وتترك أثر طيب عند الزوجة. لكن الزوجة لما تجد الإنسان يعني سبحان ربما، والله أنا أعرف أولياء أمور لا يعرف ولده في أي صف دراسي. الولد ولدنا في الخامس ولا في السادس، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب لا عليك، أي مسؤولية يتحملها هذا الإنسان؟ فالمرأة تريد إنسان يتحمل المسؤولية. ده فيه ناس يبقى قاعد في البيت، ربما مثلا ما عندهمش خادم أو غير، يطرق الباب يقول زوجته افتحي. تفتحي إزاي؟ فتح الله دماغك بشيء يا شيخ، ده كلام منطقي يا رجل؟ اتق الله. الله، امال انت موجود في البيت، افتح انت. ربما الطارق رجل، احنا كنا الطارقة حرمة، معلش يا ده مسألة. لكن المرأة تخرج وتفتح؟ لا، احنا خلاص فككنا، احنا صرنا يعني مجتمعات، يعني بدل العربية حطينا على العين نقطة فصارت غينا. معقول هذا الكلام؟ يعني صرنا مجتمعات غربية؟ معقول هذا الكلام؟ الله، اين الرجولة؟ سبحان الله، فين الرجولة؟ سبحان الله العظيم. ألم نرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته صفية وهو في معتكفه عليه الصلاة والسلام، وخرج معها، ولما وصلت الى الناقة، والناقة مناخة، سبحان الله، ماذا صنع؟ جعل صفية تضع رجلها على فخذه صلى الله عليه وسلم، بس في الارض جلسة التشهد، ثم قام بها درجة درجة لثلاثة امور. الامر الاول ليعينها على ركوب الناقة، الامر الثاني ليداريها فيكون خلفها حتى اذا نظر ناظر، الامر الثالث حتى يظهر ويزرع شيء من المودة في قلب زوجته. احنا بنشوف للأسف في الافلام بس ان الخاطب مع خطيبته ولا يعني يقرب لها الكرسي في المائدة وما شاء الله ويلبسها معطفها او رداءها، يقول يا سلام. هو يقول لك التاني، يقول لك يا استاذ ده في الفيلم. لا يا ابن الحلال، انا عايزه في فيلم الحياة الواقعية. هذه اللمسات الرقيقة تزرع الخير والود في 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 قلوب الزوجات. بس انت سبحان الله العظيم ما تاخدش بالك من هذه، تظن ان هذه صغائر او هذه اشياء، سبحان الله، لا ابدا. فتحمل المسؤوليه هو هذا الامر. ايضا لو سالنا الزوجه، طب ايه ثاني امر انت تحتاجين من الرجل؟ انا عايزه بس اشعر بالامان. يعني ايه بالامان؟ يعني شعور بالامان، انه مش فجاه كده يقوم بانه يطلقها، انه يهجرها، انه سبحان الله يذهب في اداء. عايزه تشعر بالامان. لماذا تبخرت الأسرة في الغرب؟ بعدم الشعور بالأمان. أما نحن فقد تزوجنا على الكتاب والسنة. مش الرجل يقعد يمليك يقول لك إن استخرت الله سبحانه وتعالى أن تزوجني ابنتك فلانة بنت فلان البكر على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا. لماذا هذا الكلام؟ أنت أخذ الله منا ميثاقا غليظا. هذا الميثاق ربنا سماه ميثاق غليظ، ميثاق قوي. هذا الميثاق الذي وثقنا رب العباد به تقوم عليه الحياة الزوجية. فنحن نتزوج على الكتاب والسنة، أما الآخر يتزوج على الهوى، يتزوج للجمال، يتزوج للشهرة، يتزوج مش عارف ليه، هو حر. لكن أنت كمسلم أنت زوجت على الكتاب، فأين الكتاب والسنة في هذا الأمر؟ فمسألة يعني القضية بعد تحمل مسؤولية الشعور بالأمن، ده شعور مهم جدا. تشترك المرأة مع الرجل في المطلب الثالث، وهو الاحترام المتبادل. هي لا تريد إهانة، لا أمام أهلها ولا أمام أولادها ولا أمام نفسها. لأن سبحان الله العظيم أنت تحترمها أمام الناس وتدعي أنك يعني رجل مثالي، وداخل الغرف المغلقة تهينها وتصير بذيئا في ألفاظك، وربما تطعمها من حرام وتطعمها من شبهة. طب هتروح فين من الله سبحانه وتعالى؟ يعني ما عملناها لك كأب. لما أعطيت بنتي لهذا أنا تشترط عليه وتقول يا ابني مالك من إيه؟ مالك حلال ولا في شبهه؟ لازم اسعى عن مصدر المال الذي سوف تطعم منه ابنتك، كما اسعى عن خلقه عن دينه
عن قراءته وحفظه للقرآن، عن صلاته، عن زكاته، عن حيائه، عن أدبه، عن خلق أبيه وأمه، عن سلوك الأب والأم عنده مع الأولاد ومع الزوج والزوجة بينهم وبين بعض، فعندئذ وافق أن أعطيه ابنتي. سبحان الله. طيب إيه آخر ما تطلب المرأة؟ المرأة أنت عايزة إيه؟ والله يا مؤمن المرأة العربية لا تريد بعد تحمل المسؤولية والاهتمام بالزوجة والشعور بالأمن سبحان الله العظيم ثم الاحترام، لا تريد إلا مسألة مطالب الحياة. الناس الأزواج يظنون أن الزوجة لا تريد إلا المجوهرات ولا تريد إلا الهدايا ولا لا لا بالعكس بالعكس. المرأة السوية معذرة، إذا كنت سويا فقد تزوجت امرأة سوية خلاص. فلما تتزوج امرأة سوية مطالبها تكون هكذا: العقل والمنطق، الاهتمام، الاهتمام بالبيت، تحمل المسؤولية، العاطفة الحلوة، الكلمة الطيبة، تحمل المسؤولية، الاهتمام بالأشياء التي قد يعني يظن الإنسان أنها أشياء تافهة. لا، ولا تكن سبحان الله العظيم يعني معذرة كذاب في المعاملة. يعني إزاي؟ يقال يعني قصة عجيبة أن ملكا من الملوك قال لحاشيته: من منكم يعلم حماري القراءة والكتابة في خلال 5 سنوات؟ الحاشية تعجبوا: من حمار عزكم الله لا يتعلم؟ فواحد قال: أنا. قال: أعطيك 100,000. فرح. قال: أنا. قال: ولكن أخذ النصف الآن. قال له: هذه 50,000. فالناس الحاشية خرجوا من عند الملك قالوا: رجل أنت مجنون، أنت غير عاقل، كيف تعلم الحمار كذا؟ قال: ما هو في ال5 سنوات دي يحصل حاجة من الثلاثة، يا يموت الملك، يا يموت الحمار، يا يموت أموت أنا. طب وإن لم تموت الثلاث؟ قال يعني ساعتها هذا كذاب فهلوي. في ناس بنت حياتها على هذا الكذب وهذه التصورات الكاذبة. ولكن لنا في الحديث بقية، كنوا مع بعض الفصل إن شاء الله حتى نتواصل. ماذا يريد الرجل وماذا تريد المرأة؟ أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث في البيوت الآمنة عن ماذا يريد الرجل وماذا تريد المرأة من زوجها. يبدو الاتصالات بدأت سريعة، أنا كنت لسه ما خلصت المرة الحاضر. إن شاء الله الاتصال الأول من أخت صفية. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا بنتي، مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شيخ. هذيك تقول لي شو رايك في الزوج اللي يقول اذا ارضي البنت بطلاق زوجتي فعلك؟ يقول ايه؟ يقول ايه تاني يا بنتي؟ يقول ايه الزوج؟ ماذا يقول؟ يقول ان اذا احد والدينها قال طلق زوجتك بيطلقها، ولانه مامور انه بطاعتهم، ويقول انه مستحيل ان الوالدين يطلبون من الابن انه يطلق زوجته بس بدون سبب. طيب حاضر أجيب حاضر، بارك الله فيك. سؤال آخر من عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جعلنا الله وإياكم من أصحاب الفردوس الأعلى إن شاء الله. يا رب يا رب إن شاء الله، بارك الله فيك. أحبكم والله في الله. أحبك الله عمر الخير، بارك الله فيك. دكتور أنا إن شاء الله زواجي بعد غد إن شاء الله. الله يسر لك أمرك يا رب، يسعدك ويسعدك فيها ويسعدها بك إن شاء الله، ويطرد عنكما شياطين الإنس والجن، ويبارك لكما وعليكما، وأن يجمع بينكما في خير، وبارك الله في من قال آمين. جزاك الله خير، آمين إن شاء الله. تفضل يا عمر. شيخي زوجتي الحمد لله مرأة صالحة، الحمد لله، تخاف الله ما شاء الله. لكن المشكلة إن إحنا عندنا نفس المشكلة، اللي هي إن هي عصبية وأنا عصبي. ألطف يا لطيف. طيب بعض الأحيان أضحي أنا، وبعض الأحيان عشان ما أهضم حقها تضحي هي. بس يعني إن يطول الأمر بالشكل هذا يحزني كثير صراحة. والعصبية دي عمر يعني بشهادة من يحيط بكما أن أنتوا الاثنين فعلا عصبيين، ولا واحد زيادة عن الثاني شوية؟ والله واحد زيادة عن الثاني شوية. اللي هو أنت يعني؟ اللي هو أنا شوية. طبعا. طيب. لكن هي يعني هي تسمع كلامي، بس تسمع كلامي بزعل، بمضض يعني تقريبا كذي. لكن يعني يعلم الله ان هي مرأة صالحة تحافظ. ربنا يبارك فيها يا رب. طيب على كل، اجيبك ان شاء الله. جزاك الله، بارك الله فيك، الله يصدق يقدم بينكم ان شاء الله باذن الله. ايوه الاتصال من هناكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخي انا بغيت اسألك سؤال، بس يعني ابغاك تجاوبني. نعم.
شو يعني بعرف، بس أنا شو حكم المرأة اللي تشتغل وتصرف على بيتها وتربي عيالها؟ نعم اهدي بس شوية إن شاء الله. نعم هي تعمل ليه؟ تعمل وتربي عيالها. أيوة وأكثر من طاقتها يا شيخي مو مكافرة. يعني هي تعمل ولا يعني العمل صعب عليها يعني ولا ايه؟ تعمل تشتغل. نعم تشتغل اكثر عن طاقتها ساحة العمل. نعم وترد بيتها. طيب هل الزوج موجود ولا هي ام الاولاد؟ الزوج موجود يا شيخي. نعم الزوج موجود يا شيخي. طيب واين دوره؟ يمكن تربى هيك يا شيخ ما اعرف كيف. طب هل هل لما هل يا شيخي اكثر عن طاقتي مو بقدرها؟ طيب انت هل لما تزوجت وهي تعمل ام عملت بعد الزواج؟ لا تعمل منذ ان رأينا. طيب انت حاضر يعني اجاوب عليك ان شاء الله. ما حد في ذلك. الله يخليك يا شيخ. بارك الله فيك يا ابي اسر امرك يا رب. حاضر ان شاء الله. ام مريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا بنتي. يا شيخ انا زوجي بيقصدني اني اعيش مع اهله وانا عايشه مستقله في بيت لوحالي يعني. وبعدين انا اهله يعني والدته بتعاملني معامله مش طيبه يعني. فانا اصريت ان انا اعيش لحالي عشان تجنب المشاكل وعشان اربي بنتي. ايوه فهل انا كده غلطانه؟ هل هو بيتهمني ان انا كده ببعد عن اهله؟ لكن هل انا كده غلطانه ولا طيب هل سكوتي على انه لكن في بيت مستقل والامكانيات الماديه تكفي للاستقلاليه يعني ان شاء الله؟ الحمد لله. طيب انت اجيبك. حاضر بارك الله فيك. نعم اتصال من محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخي انا عندي مشكله خاصه ما اقدر احكيها على التلفزيون، بدي رقم موبايلك. طيب ممكن. الرقم التليفون عند اللي بيجاوب فيه على الفتاة كله موجود في الاستوديو ان شاء الله باذن الله. اطلبه منهم من الاستوديو وعلى الموقع عندي تجد كل الاتصالات الممكنه بي سواء الايميل او التليفونات ان شاء الله باذن الله. طيب شكرا. اهلا بك بارك الله فيك. طيب نجيب عن بعض هذه الاسئله قبل ان انا كنت عايز اكمل الموضوع لكن انا ايضا ان شاء الله. اول سؤال كان من ابنتنا صفيه تقول ان الزوج يقول اذا قال احد الاب والام لولدهما طلق زوجتك وجب ان يطلقها فورا. والله انا عايز بس لي ملمح في المساله. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه تزوج ابنه عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنهما امرأة جميلة فمكث بجوارها ولا يذهب الى عمله فتعطلت تجارته. وده بيت تجارة، بيت ابو بكر، بيت رجل اعمال. فلما رأى ابو بكر ان هذه الزيجة اثرت على تجارة ولده ووجد انه يمكث بجوارها باستمرار فامره بطلاقها فطلقها. ولكن بعد مدة دخل فجأة عليه فوجده يبكيها بشعر فرق قلب ابي بكر وكان رقيق القلب وقال له اعدها ولكن لا تعطلك عن عملك. انا اقول اذا كان زوجك يا صفية او يعني زوج من تسأل يعني ابوه مثل ايمان ابي بكر وقال له طلقها فليطلقها. فاذا كنا نحن جميعا لنساوي ذرة تدوسها قدم أبي بكر رضي الله عنه فبالتالي لسنا على درجة لا قريبة ولا بعيدة من درجة إيمان أبي بكر. لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفته إيمان أبي بكر رضي الله عنه. لكن طالما أن هذه الزوجة لم تقبح ولم تهن الوالدين على استمرار أو لم تدخل عليهم الـ يعني شبهة أو سمعة سيئة أو تلوث سمعة العائلة فليس لهذا الأب أو هذه الأم أن تطلب من الولد تطليق زوجته ولدهم يعني. فأنا أرجو أن يتدخل الأهل الخير في العائلة أو في القبيلة لإصلاح ذات البين حتى تلتئم البيوت. أما مسألة الطاعة العمياء يعني والخلط ما بين حقوق الزوج وحقوق او حقوق الزوجه وحقوق الاب والام فهنا يحدث خلل كبير. نرجو ان يتدخل الصالحون والعلماء والنصحاء والمصلحون في هذا الامر ان شاء الله رب العالمين. ولدنا عمر ان شاء الله يتزوج باذن الله بعد غد. ادعو الله لكل ابنائنا وبناتنا بالزواج المبكر ان شاء الله باذن الله. فلا اريد ان يسالني احد
يعني الساعة كام يعني؟ لا زواج مبكر يعني اول ما يستطيع الباقة ان شاء الله يتوكل على الله. هو المشكلة هو يرى في زوجتي صفحة جميلة من صلاح وتقوى وإيمان وإلى آخره، ولكن عصبيتها الزائدة وعصبيته الأكثر منها هنا يعني تحدث شرارة الانفعالات. يا ولدي البيوت إذا يعني دخلتها العصبية تبخرت واشتعلت، ونحن لا نريد اشتعالا، نحن نريد سكينة. فأنت أولا مطالب، أنت كرجل مطالب أن تحتوي عصبية زوجتك، لأن المرأة بطبيعتها متقلبة. في أيام الله عز وجل أمرها أو يعني ما أمرها أن تصلي ولا تصوم، وهذا علاقة أقوى علاقة بين المخلوق والخالق، قال لا تصلي في هذه الأيام ولا تصوم في هذه الأيام. إذن رب العباد يدرك ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير أن لها حالات عصبية، فبالتالي لما تكون هي في هذه الأيام لا تصلي وأنت تريد وهي عصبية أصلا، فأنت تأتي لتزيد هذه العصبية، هذه كارثة كبرى. القوامة أن تشرح صدرك، إذا غضبت منها قل لها من البداية أنا إذا غضبت فاجتنبيني إلى أن أهدأ ثم نبدأ في الحوار، اشترط عليها هذا. وهي كذلك إذا كانت تسمعني يكون خير وبركة. ايضا يا ابنتي اذا رأيت انه منه عصبية او حدة او انت انتظري ولا تناقشي المسألة الان، فمناقشة المسائل اثناء الغضب خطر، لان القاضي في الفقه الاسلامي لا يحكم وهو غضبان. خلاص، فاذا هدأت فما عليك الا ان تتوضأ وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تبدأ في مناقشة الموضوع بهدوء، ونسأل الله لكما التوفيق والبعد عن العصبية ان شاء الله. ابنتنا هنا تتكلم عن حكم انها تعمل والعمل اكثر من طاقتها. والله يا ابنتي الارزاق بيد الله عز وجل، والناس تحسبها خطأ دائما، يقول لا الزوجة لما تعمل تدخل على البيت 5000 زيادة او 3 زيادة او 2 او 10 او اقل او اكثر، وهذا لا ابدا. البركة من الله والفضل من الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. واذا كان هذا الزوج احسبه ان شاء الله يكون صالح، ان يرفع عبء العمل عن هذه الزوجة التي لا تستطيع، وهذا يؤثر على صحتها وعصبيتها، تنكث في البيت، وربنا هو الرزاق طالما ان الزوج يعمل، ومن استطاع الباء يعني الباء الانفاق من ضمن الباء والاستطاعة يعني. فانا ارى والله اعلم ان على هذا الزوج ان يكون ودودا قيما مع زوجته في ان يتولى هو امر العمل، وربنا يضع البركة ان شاء الله في الرزق. ولا تظني ابدا يا بنيتي انك اذا مكثت في البيت ان الله يمنع نواله ورزقه عنك، وانما هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الكريم سبحانه الذي يعطي العبد النوال قبل السؤال، وهو معطاء عز وجل، يده يعني كلتا يديه يمين ويده سحاء، ينفق بالليل والنهار، انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. لابد ان يكون عندنا يقين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والارض، انه لحق مثل ما انكم تنطقون. بنتنا ام مريم تقول زوجي يغضبني يغصبني على ان اعيش مع اهله، وهي بينها وبين اهله يعني المعاملات العلاقة مش طيبة، فماذا تفعل يعني تعمل ايه؟ اولا من ضمن شروط الزوجية ان المؤمنون عند شروطهم ولو 100 شرط الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اذا قلت للعروس عندما تتقدم نحن سوف نعيش مع اهلنا ووافقت، خلاص وجب عليها ان توفي. اذا وعدتها وقلت لها اننا سوف نعيش منفصلين عن الاب والام واشترطت على هذا وانت قادر، وجب عليك ان توفي. المؤمن احفظ هذا الحديثون عند شروطهم ولو 100 شرط الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. طالما الشرط حلال ولم يحل حرام او يحرم حلال، فهذا الشرط وجب على المسلمين المؤمنون عند شروطهم، لابد. هذا امر. الامر الثاني، انا اهمس في اذن ابنتنا ام مريم واقول لها يا ابنتي المشاكل اذا كان يعني انت بينك وبين والد زوجك ووالد زوجك يعني النفوس يعني غير متقبلة كما هي نراها كثيرا في كثير من البيوت،
هي ستكون داخل بيتهم وخارج بيتهم. إذا كنتم منفصلين سوف تأتيكم الرياح العاتية من هذا الطرف لأنكم لا تتقبلونه. وإذا دخلتم البيت أيضا هذا أمر. فأنا أرى طالما أن البيت موجود والإمكانيات موجودة وأنت الاستقلالية، فأنا أرى أن هذا الزوج وجب عليه أن يتركك في هذا البيت المستقل، وعليك أنت أن تشجعيه على صلة أهله والذهاب إليهم، وإذا كان في نفس المدينة يمر عليهم كل يوم وكل يوم مرتين وحر يمكث معهم بعد عمله ساعات وساعات أيضا. هذه يعني نعطيه هذه المسألة أنه لا يؤثر على بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإن كان خارج المكان أو المدينة التي تسكنون فيها فأنت شجعيه على الاتصال المستمر. الحمد لله وسائل الاتصالات أصبحت ميسورة وأصبحت سهلة. فأنا أرى أن وجب علينا ألا نقطع الأرحام. بعض أحيانا تقطيع الأرحام يكون بأن تمكث الزوجة مع أم زوجها ووالدي، وربما لا تستقيم الأمور هكذا طالما في بيت مستقر. اتصال من إيمان. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس مشكلتي أنا متزوجة أقل من سنة. أيوة. وزوجي يعني لو أكثر من 4 شهور أو تقريبا 4 شهور ما بيننا علاقة زوجية يعني. أيوة. فمؤخرا طلب مني أنه كل واحد ينام في غرفة منفصلة وأنا منتظرة ولد يعني منه. نعم بإذن الله. بنت ربنا يرزقك يا رب إن شاء الله. نعم. الله يسلمك. وطلب هو قال لما تكلمت معه قال إنه هذه يعني حاجة في قلبه وربنا يعني بيحبب الزوجين أو ما يحببهم في بعض. نعم. يعني ما بيده. أرجع الأمر إلى حالته النفسية. نعم. نعم. وإنه قال إنه أنا حاسة إنه يفضل الطلاق يعني الانفصال. نعم. وطلب مني إنه الخيار لي أنا. لا حول ولا قوة. طيب. يعني هو خدتني في انه انا اختار، وانا يعني خايفة يعني انه انا هو قال بيرتاح لما يكون في غرفة منفصلة. طيب يعني. بنتي انا طبعا ارجو ان انا كل وسائل الاتصال بي موجودة على موقعي الالكتروني اللي الاخوة ربما المخرج يستطيع ان يضعه غالبا بيضعوه غالبا، فهو علي كل الاتصالات. ارجو ان أنت وزوجتي تتواصلوا معنا إن شاء الله، وأنا عندي في المكتب يعطوكم موعد بإذن الله للقاء به إن شاء الله. حسبة لله عز وجل نصلح بينكما ونؤدم بينكما ونقرب وجهات النظر إن شاء الله، وربنا يهدي الحال. اصبري واحتسب إن شاء الله يا بنتي، لا تتعصبي ولا تغضبي، لأن في بطنك جنين إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يأتي سالما غانما إن شاء الله، تفرحي به ويعوضك خيرا ويحبب الزوج إليك إن شاء الله. وندعو لكل بناتنا بالتوفيق. أرجو الاتصال بي إن شاء الله في وسائل الاتصال بي إن شاء الله، استعداد لاستقبالكما إن شاء الله في المكتب بإذن الله. أحبتي في الله، ماذا يريد الرجل؟ ماذا تريد المرأة؟ نحن وضعنا عناوين سريعة، ولكن نحن نريد أن نقول أنا أريد بيوتا آمنة. هذه البيوت الآمنة سوف تخلق لنا مجتمعات آمنة. مجتمع الآمن يخلق قدرات ويخلق سبحان الله طاقات خلاقة. والإنسان حتى إن رأى يعني سبحان الله غضبا من يعني من زوج او يعني راى مشاكل سبحان الله العظيم من 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 احد الطرفين مع الاخر، فليحتسب هذا عند الله عز وجل وليعتبر ان هذه المشكلات تكفير سيئات. لماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه نصب ولا وصب سبحان الله يعني مرض او سخن يعني سبحان الله العظيم، ولا هم ولا حزن الا وسبحان الله يعني ويصبر ويحتسب الا وهذا كان كفارة له عن خطاياه. اذا انت الهم والغم والحزن كله والمشاكل الموجودة هو يعني يري الانسان حقيقة الحياة، ويجعل الانسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويحاول ان يبحث عن المال الحلال، كثرة الاستغفار، من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ما علينا الا ان ندعو الله ليل نهار بالتوفيق والسداد للزوج والزوجة، وأن يطرد الله عنا شياطين الإنس والجن. وأنا أود أن تكون هناك دورات مكثفة لأبنائنا وبناتنا القادمين على الزواج حتى تهنأ حياتهم، وإن شاء الله رب العالمين ندعو الله لكل البيوت بالخير والتوفيق وأن يجعلها بيوتا آمنة مطمئنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وهيئ لأبنائنا زوجات صالحات، ووفقنا يا ربنا نحن وهم لما يرضيك
في إقامة دينك. جعل الله هذا البلد وسائر بلد المسلمين أمنا وسلاما وطمأنينة ورزقا وخيرا يا رب العالمين. واطرد عن مجتمعاتنا جميعها شياطين الإنس والجن ووفقنا لما تحبه وترضاه. نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلظ الدين وقهر الجهل. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم على خير بإذن الله رب العالمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.